كنترول تمشي تشوف غير كنترول باش عطيها لنا فين تولد. مشات غير كنترول قالت لها غتولدي دابا. قالت انا ما مستعدتش وما جايش دابا. قالت لها دابا ولا غتجيك ايموراجي. قالت لها واخا وسلمات امرها الله. دخلت البلوك مع وحده قلق سماين الوحده وتولت وخرجت البنت. خرجوا البنيه الصغيره الوحده وتولت حتى ونص حتى قل 25 خرجت الدكتورة ضحكة ما فيها كيتا حاجة. كنشوفو فيها دايزة داك الخصم ولا شي حاجة. كنشوف فيها كتجري عرفنا بنتنا فيها شي حاجة. كنتسناو اللي يجي خو قلنا شنو كاين. كنشوف الفرملية داخلة بديك ديال الصدمات الكهربائية. قلت هادو الصدمات الكهربائية. قالت لي لا هادوك غير ديال الطاسه ديالي سوغانك. قلت لها سيري اعتقي البنت سيري اعتقيها. من ديك الساعه ما خرج حد ما قال لنا حد شي حتى لديك 5 والزياده. كتخرج البنت الفرميه كتخات للبلوك واللي دخل البلوك كيقولوا شنو كاين كيجري. كيقولنا ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه. خرجت الفرميه اللي خرجت لنا البنيه. قلت لها قولي لي شنو عندها. هذيك السميه قالت لي ديال البنج. قلت لها كيفاش البنج هو بنج لها غير ظهرها ضرب لها البنج غير ظهرها كيفاش هذا الشيء هذا. قالت لي حتى تخرج لكم الطبيبه هي تشرح لكم. ما خرجاتش الطبيبه. قالت لي ديروا لها تحيله. قلت لها اري نديروا لها التحيله. خرجت تحيله باها دارها رجع لهم ما كاين حتى شي جواب. 6 ولا 6 وش زياده حتى دخلت لها. قالت لها راه ما غادي تموت قبل من البنت خرجي قولي لهم شنو كاين. عاد خرجت غير باب البلوك. قالت لي كتخربق علينا في هضره ومن هنا ما كاين حتى حاجه. شويه وخرج لنا البناج قال لنا حنا غنخرجوها بسعدات علينا حتى نتوما تسمع الصوت ديالكم وتعاونونا بالهضره ديالتكم وتفيق لكم. خرجوها دوزوها شي بنت شي بيت تيقولوا انعاش. لا علاقه بالانعاش لا علاقه بالانعاش. دخلوها تيوات انعاش تيوات عمرها البنت تيوات دخلت على رجليها خرجت ما عاودناش ما عاودت هضرات ولا تكلمات. سدوا عليها حتى ولا ماشي انعاش ولا الداخل عندها والخارج كثر من تما. لا رب من نهار لا ربع حتى نهار السبت قالوا لنا راه غادي تمشي راه غتمشي لفاس. كيفاش فاس؟ ما قالوا لكمش ما قال لينا حد. وكيفاش فاس؟ يلا غنديروا اجتماع. دخلوا للاجتماع وملي كيخرج هو تيقول لنا راه انا المسؤول امامكم وامام الله. راه انا المسؤول امامكم وامام الله. البناج من نهار الاربع هو تيقول لنا انا المسؤول. فينا هي المسؤوليه ديالته؟ شنو دار بالمسؤوليه ديالته؟ ما شافها ما دا فيها ملي خرجها. ايه فعل المسؤوليه ديالته وصلها معاها مشى معاها في لابيلونس حتى الفاس باش يتهنى منها ومسؤوليتها. وهي الطبيبه ديالتها كتخرج بيديها كتصفق كاين سي حسون كتحرك كاين راه كاين تحسن ها اليدين كيتحركوا. راه حنا كنديروا لها الرياضه ليديها. راه حنا حتى نهار في الصباح دخلنا قالك درنا اجتماع انا وباها وراجلها وهو الدكتور البناج ومعاه دوك اللي في السبيطار ديالو. غنديوها حسنيا يلا كملي هضرتك. الا كانت عزيزه عليك كملي هضرتك وميمه صافي يسمع كل شيء. يلا قلت له كيفاش هادشي باها. قلت له راه غير درويش وما عندوش غتزيد شي زوطه. ما كان انا المسؤول عليها. عندي بنت وحده
وميمه هي الثانيه ما غنتخلاش عليها. قلت له غدير هاد الشيء في ورقه وتكتبها اللي كتبها مرحبا، قلت له وغادي نديرها مع الدوسي ديالها. قلنا واخا، قلنا وما قال هاد الشيء واخا. جا راجلها خرجوا، جا راجلها وجاو معاه عاوتاني شي ناس صحابو دخلوا ثاني كيهضروا معاه، قال لهم كل شيء بدا كيهضروا معاه بداك الشيء. هما هذاك اللي كنهضر معاه خافوا منه، ان حيت كنا غاديين مرتو خاف. شكون هذاك السيد؟ كما هو قالوا له شكون داك السيد، هو قال لهم خالها. ومحيت امها محيت سولاته مرت البناج شكون هذاك الا كان خالها، قلت لهم انا راه خال راجلها باش نيتي يديروا العمى بحسابه ويديروا باعتبار لذاك السيد. مشى معاها ملي ما عرفناهمش كي داروا، لا حتى خرجوها كان مخرجينها. كنقول لهم تسناو امها ما تخرجوهاش، تسناو امها. يلا كيف وصلت امها حتى كنشوفوها راه مخرجينها، مخرجينها كي داروا حتى خرجوها ما عرفناش، مخرجينها فداك الامبيلونس. ديك الامبيلونس ما كنتش كيحسبني راه لبنت اختي، ما كنتش كيحسبني لبنتي. وهما شربلوها وخرجوها، داوها داوها في الامبيلونس. مشى البناج، مشى البناج معاها وفرملي وصلوها وقالوا لنا راها بخير، راها بخير، راه في ايادي امينه، راه بخير في يدي امينه. كانت في يدي امينه. لك راه بنت اختي ما ماتش، لك راه بنتي ما ماتش، لك راه ما عتقات بنتها، ما شافت بنتها وكانت باغيه تشوف بنتها. نعم حق بنتي، حق بنتنا، حق بنتنا، حق بنتنا، ضيعونا فيها. كانت فرحانه باغيه تشوف بنتها، شاريه ما تلبس لبنتها، شاريه ما دير لبنتها، شاريه بحال حاجه بنتها. كتقول لبنتي هاد الشيء، ما فرحات بنتها، ما شافت بنتها، ما عنقات بنتها، ما رضعت بنتها، ما عاشت بنتها. شوهنا فيها وشوهوا بنتها وشوهوا ديك البنيه في بنتها، شوهوا ديك البنيه بنتها. وما خرجوا، وما خرجات من فاس حتى قبطوا، حتى قبطوا كل شيء، ما خرجات من فاس حتى قبطوا داك الشيء كله. خرجوها ميته حتى قبطوا مصاريفهم كامله، حتى قبطوا مصاريفهم كامله. وضيعونا في بنتنا، ضيعونا في بنتنا. اللهم تعالى يضيعهم في عز عليهم، اللهم تعالى ياخذ حقنا فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واللي كنطلب من المسؤولين ومن صاحب الجلاله ياخذوا حقنا، ياخذوا حقنا في بنتنا وفي ديك البنيه اللي تحمات من امها، ياخذوا لنا حقنا في بنتنا وفي ديك البنيه اللي ضاعوا حق ديك البنيه مشى بنيتها، حد تحرمنا منها ومشات بوحشنا ومشينا بوحشها. ما تعنقناها ما عنقاتنا، ما مسنا ما بسناها، ما عنقات بنتها ما عنقاتها، ما شافت بنتها ما رضعاتها، تحرمت من بنتها وتحرمنا منها. الله يحققنا فيهم، الله يحققنا فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما نقول. واللي كنطلب، اللي بغى اللي بغى ما يمشيش للكلينيكات، ما يمشيش للكلينيكات ويولد، ولا كان غادي يموت يموت في دارو، واللي كان غيموت يموت في دارو، واللي مكتب عليه الموت يموت في دارو، وما يمشيش للسبيطارات، واللي مكتب عليه الموت يموت في دارو. راه غير تسرقه، راه غير تضيع الانفس، راه لا رحمه لا شفقه، راه لا رحمه لا شفقه. راه هذه البنت باقا غير دريه صغيره، راه ما دارت، راه ما شافت ما شوفت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل اللي ضيعنا فيها وفي بنتها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم خويا، اش نقول لك؟ هاد البنت ضعنا فيها، الله ياخذ حقنا وصافي. البنت دخلت صحيحه، ما كناش عوانين عليها، غادي تدخل تولد في ديك الساعه. عيطوا لها قالوا لها الدكتوره جي عندنا كونترول، حيت دخلات مشات كاع عيطات لما قالت لها جي راه غنولد. قالت لها كيفاش مشيتي ديري كونترول كيفاش غتولدي؟ قالت لها راه قالت لي الدكتوره غنولد اليوم. وبقينا جات الام ديالها عيطات لنا حنا، كل واحد فين كاين، اللي سالا راه جا عندها. جينا واحد شويه دخلوها للبلوك، فتحوا لها سيزاريان. واحد شويه تنشوفوا عباد الله كيتجارى والدكاتره كيتجارى، وعلاش هذا الشيء شنو كاين؟ ما بغى حد يقول لنا حتى حاجه. بقينا كنقلبوا شنو شنو شنو، لقينا حكا دايرين لها، زادوا لها في البنج، فتحوا لها سيزاريان. البنت حيت كانت تولد نط لهم ما قدتش على ذاك البنج اللي عطاوها الاول، زادوا لها الثاني وزادوا لها المورفين في مناخرها، دخلت في غيبوبه.
روحي دخلت في غيبوبه وقيله واحد الوقيته مات لهم ما شافوهاش. رجعوا دابا داروا لها داك الاسعافات الاوليه نقدوها فيقوها هنا لقاو اللي الله عطاها الريحه تطلع على راسها. الدماغ مشى لها الدم تكبد لها في العروق ديال راسها. بقات من شهر نهار واحد في شهر 6 الى حتى اليوم شهر 9 نهار واحد وهي في غيبوبه. غيبوبه كوما ما كتحركش. نمشيو نشوفوها واحد فينا في العائله يدخل يلبس ديك اللبسه ديال التعقيم يدخل يطلع عليها باش نقول لك تندخلوا كنشوفوها بحال ما شفنا والو ميته ما كتشوفنا ما كتستجب لنا. حنا كنتقطعوا هي مسكينه ما عارفاش شنو كاين ما عارفاش راسها واش ولدات ولا ما ولداتش. البنت مسكينه عندنا ما عارفاش ما عندها ام ولا ما عندهاش. عارفين حنا ومع عائلتها البنيه الصغيره ما عارفاش الام ديالها مسكينه. تنبقينا كنترجعوا في الله اليوم تنطلبوا من عند الله تنقول يا ربي يا ربي اليوم غدا دابا تستجب لنا الدعاء ينوضها ربي لبنيتها ونفرحوا بها حتى حنايا حتى بلغونا اليوم بيرها البنت الدم والامانه امانته. خويا حنا كنطالبوا المسؤولين باش ياخذوا لنا حقنا في هذه المصحه مجزره ماشي مصحه قتلوها وخلاوها لنا. خويا ما اش نقول لك حنا راه حنا ربي اللي عان بينا راه نعياو ما نهضروا والهضره راه مسدوده لنا. ولدي شكايا هذه دابا علينا 13 يوم ولا 14 باقا ما تفعلات ما عيطوا لنا ما والو ما عيطوا لنا ما تا حاجه. بنتي راه مرميه في المركب 3 شهور يوميا كنموت انا وياها وباها خوتها يوميا كنموتوا يوميا باها مسكين كيتقطع ما عندوش غير مسكين وغادي مسكين كون شتيكي ولا راه فاس مرمي دابا كيعين بنته باش يجيبها ما بقاش فيه غير الروح كتطلع وتهبط كيما هي كنشوفوها كتموت كل نهار كيما حنا كنموتوا كل نهار. مرحموناش انا بغيت حق بنتي دابا انا بغيت حق بنتي. انا كنطلب من السي الحموشي من جلاله الملك الله يشافيه والراي العام كامل يتضامن مع هاد اميمه بنتكم كاملين اميمه اخت كلكم كاملين اميمه كلشي كان كيسول عليها 3 شهور هادي. اليوم مشات عند الله اليوم خلات هي قوت بوحدها اليوم خلات هي قوت ومشات بحالها اليوم سمحات بنتها ومشات وما السبب هي كلشي من عند الله وما السبب. ما عمرهم ما سولوا فيها ما عمرهم قلبوا فيها كلهم عايشين حياتهم طبيعيه وحنا حولنا حياتنا راسا على عقب. حنا حولنا حياتنا دمرونا وخلاونا لا ياخذ فيهم الحق لا ياخذ فيهم الحق لا ياخذ فيهم الحق ولنا مولانا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كلنا أميمة كلنا أميمة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل قالتي انا بنتنا حسبي الله ونعم الوكيل فيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بغينا حق اميمه ما يضيعش. انا حق اميمه وميمات هما. بغينا حق اميمه وميمات هما. راه غير بزاف اللي كاينين. ابنتي دخلت بها وخرجت بلا بها. ابنتي دخلت بها وخرجت بلا بها. يا ربي وانا كنت صابره تخرج لي بنتي. انا كنت غير كنحدهم هي تنقول لهم يتنوض لي بنتي. انا كنت كنقول لهم الله يسامح لهم يتنوض لي بنتي. ما داوهاش فيها بنتي بقات كوما قالك ما عندهاش الدواء. بنتي بقات كوما قالك ما عندهاش الدواء. انا كنطالب من الراي العام انا كنطلب من الشيخ حموزي يدخل لي الله يسامح هما شحال هذا على حقك يمشيو هكا الله ينصرك ياخذوا الفلوس يضيعوا عليهم ما يخرجوهم حق ما يما راه مرضيه ما مشات راه عند ربي راه عند ربي فيش لنا وحنا حقنا عند سيد ربي فيهم ضيعونا بنت الله تعالى ياخذ حقنا فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وحنا كنطالبوا من سيدنا